جامعة عين شمس في جناح عمان. النهاردة معنا عبيدة البلوشي. عبيدة البلوشي، مشاركتك النهاردة في مهرجان الثقافة الشعوب ممكن تكلمين عنه؟ نحن أول نظمنا مع الجامعة من شهر تقريبا وبدأنا التنظيمات، وحبينا ان احنا نعرف اكثر الجامعه وطلاب عين شمس عن حضارتنا وتراثنا العماني، فعشان كذي ونحن مستمتعين جدا. والشعب المصري يعني كثير شعب محب ومستضيف لكل الشعوب وكل الثقافات. عمانية في تعليمها والدراسه بتاعتها، الفتاه العمانيه لا تختلف كثيرا عن الفتاه المصريه، فعمان يعني دائما هي زي مصر طبعا بتقدر المراه واعمالها وجهودها، وفي طبعا يوم طبعا سلطان قابوس طيب الله ثراه في يوم للمراه العمانيه احتفالا بمجهوداتها واشيائها. المرأة العمانية هي مرأة عاقلة راقية تحب التعليم تحب التراث، دايما بيكون في جزء من نحب نكون معاصرين للأحداث مع الاحتفاظ بتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا. نحن أكثر عن تراثك وعاداتك، من حيث المأثورات اللي عندكم العادات والتقاليد؟ نحن مثلا نحن اليوم جايبين بعض اللوحات اللي صورها المصورين عمانيين لأشهر المعالم في عمان، وجايبين بعض المنسوجات في عمان وبعض العسفيات، وجايبين بعض أيضا الفضيات. فيعني هذه أشياء كلها شكلها الإنسان العماني القديم، وحتى الآن أصبحت هي جزء من الإرث العماني للناس الحداثة العمانية. عندكم دايما الصيد واللؤلؤ، وكلمين عن الكرة الساحلية دي. دي كرة جميلة جدا. إيه اللي إتي مختلف في مصر؟ أعتقد أن الشعب المصري هو شعب منفتح أكثر للأشياء الجديدة للحداثة بشكل ممكن يشوفوا الشعب العماني مبالغ فيه. فهذا الشيء يعني الشعب المصري منفتح للغرب أكثر، نحن شوية بنميل إلى العادات والتقاليد مالنا، مع أيضا نحن منفتحين ولكن في حدود أكثر بالنسبة للشعب المصري. طيب مهرجان ثقافات الشعوب فادك فيه؟ والله فادني اني تعرفت على ناس حلوة جدا واتبسطت جدا، وقعدنا نسولف مع ناس، حتى في ناس مصريين كانوا بيدرسوا في عمان فبيحكوا لي عن قد ايه هم كانوا مستمتعين لما كانوا بيدرسوا في عمان، وقد ايه هم حاسين ان في جزء منهم لما شافوا البوث العماني كأنهم بيعيدوا اتصالهم مع الذكريات الجميلة اللي عاشوها في عمان. وتعرفت على ناس كتير حلوة وعلى ثقافات وحضارات اخرى واشياء جدا حلوة. يعني منك فتابة، ايه الاكلات الشعبية اللي في عمان ممكن تعرفين عليها؟ في عندنا الحلوى العمانية هي مشهورة جدا، عندنا أيضا أكثر شيء مثلا شاي كرك وخبز وجبن، بطاطس عمان هذه من الحلوى المشهورة جدا عندنا، وهذه يعني بعض الأشياء. أهلا بك في مصر. شكرا.